علاقتك بالفنانين الليبيين يعني هل دائما تكون متواصلة، يكون دائما بيناتكم تواصل يعني على مثلا حتى نقولوا مثلا سوشيال ميديا، مش شرط انك انتم دائما لا مكالمات؟ ان احنا يعني ايه السوشيال ميديا ممكن ان احنا نمسوا بعضنا، نعيدوا بعضنا يعني نعيدوا على بعضنا ونشجعهم ونشد بايدهم، زي مثلا بسمة توم دايرة ليبيا ستار، يعني ليبيا ستار صح؟ ايه نشجعها ونشد بايدها، وصراحة فنانتي ومحبوبتي يعني نحبها هلبة، وخدوجة صبري حتى هي وزبيدة قاسم، أكيد اي تحياتنا لهم. فنان اي فنان يبدع انا نحبها بصراحة. تمام، خلينا شوية بس نطلع من الموضة ونطاق العمل، انكم انتم مثلا تتلاقوا في عمل وتهدرزوا وتهدرزوا، خارج نطاق العمل يعني هل عندك اصدقاء من الوسط الفني تتلاقي معاهم مثلا نقولوا مثلا في كافي او اي مكان؟ والله ممكن زبيدة قاسم يعني أكتر حاجة تواصلت معها يعني في البيت إني زرتها وحتى بنويتها يعني أصدقاء ممكن يعني. زبيدة قاسم نقوله ممكن فترة من فترات مرت بفترة مرضية لا ونقول ما إيه كذا، تعدت، بس ممكن على هذه فكرة تكون سبب زيارتك لا لها. والله لا، لا والله لا، بالعكس ألف ألف لا بس عليها، لو إنها مريضة يعني، لو إنها يعني لا بصراحة لا 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 لا، إنسانيا هي كان يعني إنسانيا نعرفها شخصيا ومثلت معاها يعني مجموعة من الأعمال، يعني يعني مسلسل الحال من بعضها ومسلسل يعني ما نقدرش نتذكر هلبة يعني، لكن إيه يعني قصدي اشتغلت معاها ونعرفها شخصيا وإنسانة كويسة وحلوة وتشجع وتاخذ بالإيد، وحاليا عندها مسلسل زنقة الريح يعني تصور فيه مع أسامة رزق من خلال البرنامج، نحييهم وإن شاء الله موفقين يعني في المسلسل هذا ويطلع عمل كويس يعني يشرفنا يعني يعني. انت صديقتك يعني خارج حتى نطاق العمل؟ لا ممكن اني نحكي تو ان ايه زبيدة اكتر حاجة يعني انسانيا يعني ممكن تواصلت معاها يعني وقعدت معاها ويعني غير وصارت زبيدة؟ علاقة أسرية، كلهم اصدقائي لكن نحكي لك ان زبيدة يعني اكتر حاجة يعني. لكن كلهم اصدقائي يعني نلقاهم هيك في، حتى خولة سليمان نعرفها نمسيها بالخير، إنسانة أكيد راقية تحياتنا لها. أكيد يعني ما ننساش، هذا ايش قلت لك يعني لو بنسمي واحد يعني ممكن ننسى الثاني يعني، لكن أكيد كلهم فناناتنا يعني ونحبوهم ونقدروهم يعني.